كما شفتوا راه حنا نزلنا على اساس التظاهر ضدا على جواز التلقيح، فاذا به كنصادفوا واحد القوى القمعيه اللي شتتات كاع المتظاهرين بواحد الشكل وحشي، كانوا اعتقالات كذلك. حنا نزلنا ضدا على جواز التلقيح اللي كيكبل الحريه ديال الافراد، وشكل من الاشكال انه كيجبرهم على انه يديروا التلقيح. الوقت اللي كنشوفوا مجموعه ديال الناس اللي كتموت بالتلقيح، وماشي حنا ما كنقولوش واش التلقيح اللي ما يكونش، التلقيح خصو يكون اختياري، اي واحد عنده الحق يا اما يلقح يا اما ما يلقحش. الصيغه ديال جواز التلقيح هي صيغه باش كيتفرض التلقيح على الناس. الوقت اللي الناس كتموت الدوله ما قادرهاش تحمل مسؤوليتها، لا سبيطارات لا حتى حاجه، الناس قاعده كتموت بالامراض. كنشوفوا البنت ديال ايت مليون، الولد ديال التشيره، ومجموعه ديال الناس اللي حنا ما عندناش معطيات كلها دقيقه، حيت كنسمعوا واحد زوج ولا كتكون عند طبيب تيقول لك رجعوني ثلاثه ولا اربعه اللي تصابوا بالشلل. الدوله على الاقل ملي فرضت التلقيح تفرض عليه انه الناس تداوى. الناس ما كتداواش، ملي كتوصل عندي انا اللي باري ثلاثه المليون، اذا فين غادي نمشيو؟ هذا هو الوضع اللي غيخلينا نحتجوا اليوم. يمكن انا ملقحه ولكن انا كنحتج مع الناس اللي قاعدين كياكلوا العصا، وما بقاتش عندنا حريه في البلاد باش نهضروا على حقوقنا، باش نهضروا على حريه هذا الجسم ديالي. انا نقدر نبغيه كاع يمرض من بعد، هذا لو كور ديالي انا، عندي الحريه ديال واش ندير التلقيح ولا ما نديروش. حتى واحد ما كيتحمل مسؤوليتي، وما عنديش ضمانات من الدوله انه واش الا درت التلقيح الا مرضت واش غادي تعطيني، واش الدوله غادي تضمن لي حقوقي في الاستشفاء. اليوم كنشوفوا الناس، وماشي غير اليوم، اليوم والبارح وغيره، كنشوفوا الناس كتموت بامراض بسيطه اللي الدوله عاجزه تمام العجز على انها تلبي الحاجيات ديال المواطنين ديالها، من كمطلب عفوا الحاجيات ديالها اساسا الصحه. هاد التدهور ديال الصحه يقابله انه كدار مزاجر عفوا واحد المجموعه ديال المجزره بالتلقيح، بدون انه الناس دار لها على الاقل واحد الفحص قبل ما دير لها التلقيح، واش الجسم ديالها قابل انه تلقى ديك الجرعه ديال اللقاح ولا لا. دونك والتبعات ديال هذا الشيء كيف ما كنشوفوه، الناس اللي كتبان فيها اعراض، كاين اعراض اللي كتبان كبيره، وكاين اعراض اللي غير خمول ومرض وغيره، وكاين اعراض اللي كتدي الناس بها الموت. الاجابه ديال الدوله على هذا الوضع هذا واش قادره على الاقل تعطي ضمانات؟ راه الناس دارت اللقاح وما ما كتموت. اليوم انا ولدي ما مستعداش، درت ليه الاولى وما مستعداش ندير ليه، درت ليه الجرعه الاولى وما مستعداش نهائيا نزيدو جرعه ثانيه، ما مستعداش نغامر بولدي. يمكن انا اللي درت اللقاح ولدي ما غاديش نديرو ليه مازال، وكان عندي الندم لانني كنشوف يوميا ان اطفال كيموتوا، وكنشوف وليدات اخرين كيموتوا. اللقاح الدوله خصها تفرض ضمانات، اي واحد صاب باعراض معينه ولا غيرها في البلاصه في التو في اللحظه انه يمشي يتم العلاج ديالو، في الحين ان هذا الشيء ما كاينش. ما كاينش، وبالصيغه الاخرى كتفرض على الناس اجبارا انه يديروا التلقيح بجواز التلقيح باش تدوز هنا وباش تبين هويتك في هذه البلاصه وهذه البلاصه، وما تخش خدمتك من هنا وما تخش هنا. اذا شكل من الاشكال، في حين ان الصيغه اللي خرجت بها الدوله في الاول كاين اختياري، التلقيح هو اختياري، فاذا به يصبح الان اجباري، شي حاجه اللي فيها واحد النوع ديال الاكراه، واحد النوع ديال المطالب ديالنا انه يتوقف بعد العمل بجواز التلقيح، الوقف النهائي ديال جواز التلقيح. ثانيا انه يتم الاستشفاء ديال الناس والمعالجه والتحمل ديال الدوله كامل مسؤوليتها في هاد الناس هادو اللي مرضوا، توفير ديال المستشفيات، توفير الطاقم الطبي والطاقم التمريضي، هاد الشيء على الاقل ملي كيكون هاد اللقاح يكون معاه هاد التجهيزات ولا اش غنسميوهم باش تحمل الدوله مسؤوليتها. وشكرا. اليوم جينا محتاجين واحد الاحتجاج السلمي على قبل جواز ديال التلقيح. واحد السؤال بغيت نسولو للدوله او وزير الصحه، إلا كان هاد الناس اللي تلقحوا الجرعة الأولى والجرعة الثانية وجاتهم كورونا وكاين اللي توفى من كورونا، أشنا هو هذا أشنا هو الفائدة ديال هاد التلقيح؟ إلا كانوا الناس تلقحوا ديجا تلقحوا ومرضوا، بغينا نعرفوا حنا هنا أشنا هو الدور ديال هاد اللقاح اللي كتفرضوا عليه، ودابا كاينة الثالثة. هذا يعني بأن راه داك التلقيح راه غير فعال، والدولة مصرة باش الناس يتلقحوا، وزاد بان الجواز ديال التلقيح يكون اجباري في اي اداره دخلتي ليها، وباش تمتع بالحقوق ديالك خصك تغامر بالصحه ديالك. هذا الشيء راه غير مقبول، وحنا ما غاديش نسكتوا وباقي مستمرين في المسيره ديالنا. والاطفال الصغار راه كاين اللي مات، كاين اللي توقع عليه مضاعفات، خص الدوله تحمل المسؤوليه ديالها. الناس اللي وقعوا عليه مضاعفات خص تكلف بالاستشفاء ديالهم، ماشي تخليهم عرضه للمستشفى. حنا اصلا ما عندناش شي مستشفيات اللي كيحمروا الوجه، الدوله خصها تحمل المسؤوليه ديالها، ماشي سير تلقح من بعد ملي كتوقع شي حاجه صافي ما كتسوقش كتخليه يدبر راسو. خص الدوله تحمل المسؤوليه ديالها. وحنا اللقاح الا ما كانش فعال علاش هما مصرين باش يلقحوا الناس؟ علاش